السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجة 97 FM في حلقة جديدة ومنوعة من برنامجكم المتجدد دائما ترحيب. نعم ونقول مساك الله بالخير يا سيدي. مرحبا ومسهلا. مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. طبعا البداية بتكون مع خبر ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 والذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم. نعم يا خالد، وحضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ونائب رئيس المجلس ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعضو التنفيذي للمجلس وأعضاء المجلس أيضا. نعم، وطبعا ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما اطلع أيضا على مستجدات شؤون الطاقة خاصة فيما يتعلق بمشاريع النفط والغاز إلى جانب مستجدات شؤون الاستثمار. خالد، نعم يا خالد، كما اطلع المجلس على مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في الدولة وفي دولة قطر، وقد وافق المجلس على المقترح على أن يتم منح التراخيص وفقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن. نعم، كذلك أيضا اطلع على مشروع لبناء 2000 فيلا سكنية في الجزء الجنوبي من مدينة الدوحة على مساحة 2,500,000 متر مربع تقريبا، بتكلفة إجمالية لهذا المشروع تصل إلى 10 مليارات ريال، وسوف أيضا يستغرق تنفيذه ما يقارب الأربع سنوات. نعم، وسيتولى بنك قطر للتنمية إدارة المشروع وطرح مناقصات أعمال التنفيذ والبنية التحتية والمرافق الخدمية للقطاع الخاص، وسيكون تصميم الفلل وفق نماذج مختلفة وبأسعار مناسبة، وسيتم تخصيصها للقطريين الخاضعين لنظام الإسكان. نعم خالد، وأيضا قد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في هذا المشروع. نعم، يعني نتمنى إن شاء الله التوفيق لقطر في هذا المشروع بإذن الله، ونقول عمار يا قطر دائما. عمار بإذن الله. وفي موضوع آخر مشاهدينا الكرام، أعلنت شركة إمشيرب العقارية عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن افتتاح أكاديمية قطر إمشيرب رسميا ضمن مشروعها الرائد إمشيرب قلب الدوحة. نعم، وستشكل الأكاديمية خطوة هامة وكبيرة أيضا في سبيل تحقيق أهداف المشروع في خلق بيئة تلبي مختلف احتياجات السكان. على مساحة تزيد على 12,700 متر مربع تقع أكاديمية قطر مشيرب ضمن مشروع مشيرب قلب الدوحة، الذي يعتبر أول مشروع مستدام في وسط المدينة. ويعد افتتاح الأكاديمية خطوة هامة تعكس أهداف مشيرب العقارية في خلق بيئة تلبي جميع احتياجات سكانها وتعزز الإحساس بالانتماء للمجتمع في إطار المشروع. ويضم مبنى الأكاديمية العديد من المرافق والخدمات المتكاملة من الفصول الدراسية المجهزة بأحدث الوسائل التربوية والقاعات الرياضية والملاعب ومسبح داخلي وغرف للموسيقى وتربية فنية، فضلاً عن وجود مكتبة متكاملة. وتسعى أكاديمية قطر مشيرب لتوفير بيئة تعليمية خصبة توفر لطلابها مستقبلاً أكاديمياً ومهنياً واعداً. وتضم الأكاديمية في عامها الدراسي الثاني 2015-2016 المراحل الدراسية من الصف التمهيدي وحتى الصف الثالث، على أن تواصل توسعها سنوياً حتى بلوغ نسبة التحاق الطلاب الحد الأقصى لطاقتها الاستيعابية التي تصل إلى حوالي 450 طالباً. وتعد أكاديمية قطر مشيرب الأكاديمية السادسة التي انضمت إلى مجموعة مدارس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مجسدة بذلك جهود المؤسسة في لعب دور ريادي في تقديم تعليم متميز تماشياً مع الرؤية الوطنية للدولة 2030 الرامية لتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة.
شفنا التقرير مشاهدينا الكرام الحديث أكثر عن أكاديمية قطر في مشير بقلب الدوحة اللي يعتبر أول مشروع مستدام في العالم. تفاصيل وتفاصيل أخرى عن هذا المشروع يسرنا أن نستضيف في استوديو ترحيب الليلة السيد جمال بن محمد الكواري، مدير تنفيذ أول في إدارة التخطيط والعلاقات التجارية لشركة مشيرب العقارية. مرحبا ومسهلا فيكم محمد معنا في ترحيب. مشكور الشيخ ومشكورين على الاستضافة وعلى التغطية إن شاء الله للمدرسة. نعم لا شكر على واجب يا أبو محمد. مرحبا ومسهلا فيك أبو محمد. إحنا أول شيء مستنسين على تواجدك اليوم معنا في الاستديو. الله يزيك. وإحنا نبارك لكم على مثل هذا الافتتاح وهذا الصرح الأكاديمي. يمكن كنا نسولف خلال ساعة. وأنا مستنس أكثر بعد لأن أول ظهور له على الهواء معنا. أول ظهور له على الهواء وإحنا فخورين تبارك إن شاء الله اليوم وجودك معنا. زين أبو محمد إحنا ودنا نتعرف أكثر على يعني مواصفات أكاديمية قطر مشيرب. أو قطر مشيرب عفوا. طبعا احنا نقدر نقول هذه الأكاديمية انضمت هي السادسة. نعم. أكاديمية قطر مشيرب وانضمت فعليا إلى مجموعة مدارس مؤسسة قطر للتربية والعلوم. نعم. واحنا سعيدين ان احنا اللي انجزنا هذه المهمة. نعم. كفو. الله يجزيكم خير. فهذه مدرسة طبعا مهمة من ضمن مشروعنا مشروع مشيرب غلب الدوحة. نعم. لما نتكلم عن التفاصيل أبو محمد، تفاصيل الأكاديمية، أكاديمية قطر مشيرب. أول شيء نبي نقول أن شركة مشيرب جزء لا يتجزأ من مؤسسة قطر للتربية والعلوم، واحنا نعتبر ذراع من أذرع المؤسسة لتنفيذ هذه المشاريع. نعم. هذه المدرسة تتضمن من عدة طوابق، تقريبا من طابق أرضي وثلاث طوابق ما شاء الله. فوق. نعم. وفيها بيسمنت لنزول الطلاب في تحت الأرض. نعم. وفي طابق آخر لموقف السيارات. نعم. للمدرسين وأولياء الأمور. ممتاز. نعم. أبو محمد يمكن الحين قاعدين نستعرض وياك بعض الصور اللي تخص الأكاديمية وإحنا قاعدين نشوف يعني حتى أنتوا رأيتوا الألوان يعني أنا ما أدري يمكن أستنبط من خلال الألوان اللي حاطينها إذا هذه المرحلة تكون تمهيدي وابتدائي مو إعدادي وثانوي. هذه طال عمرك فعليا هي تمهيدي وللصف الخامس ابتدائي. للصف الخامس. نعم. الابتدائي. بس شوف خالد عرف من الالوان يعني نظر لها من جانب نفسي خالد. شفتها من جانب نفسي. اهم شيء نفسيه عيالنا ابو محمد. تكون طيبه. ابو محمد بنتكلم عن يعني عمليه انشاء الاكاديميه كم استغرقت؟ وابرز المرافق اللي تحيط بالاكاديميه. تقريبا احنا بدينا عمليات الانشاء فعليا في نهايه 2013. نعم. وانهينا هذه السنه المهمه. نعم. واخذنا الموافقات وسلمنا المدرسه فعليا وكنا سعداء ان استلمنا اول طالب في بدايه السنه الدراسيه 2015. نعم. بالنسبة حق المرافق طال عمرك والأقسام اللي حواليها مثل ما سمعنا في التقرير فيه مسبح كبير مغطى داخل المدرسة. ممتاز. وفي ساحة للألعاب شبه يعني مشيدة مغطاة، فيه أماكن لأكل الطلاب، فيه مطبخ، فيه مكتبة كبيرة، فيه صالة ألعاب، وفيه طبعا صفوف للتعليم الموسيقى والتربية الفنية. يعني نعم. يمكن هي نفس كل مدارس قطر فونديشن أكاديمية قطر، ولكن يمكن اللي يميز موقعها وأنها جديدة وفي قلب مشروع مشيرب. هي الفكرة من هذه المدرسة أنها تخدم المرافق تبع مشروع مشيرب غلب الدوحة. نعم. مثل ما انتم عارفين بيكون فيه حي سكني وبيكون فيه مستأجرين، فهذه المدرسة وتلبي الحاجات الأولية. نعم. للعوائل. نعم. في المستقبل. نعم. نعم. محمد يعني حتى أنت تطرقت إلى ذكر أن مثلا فيها مسبح وفيها وكذا، يعني إحنا نعرف أن مثل هذه المرافق ساعات تكمن أو يكمن وجودها خالد ساعات في الجامعة يعني، ولكن الآن صحيح. أصبحت النظرة الشمولية الحمد لله عندنا في الدوحة، صار التوجه الآن المدرسة لابد أنها تكون هي البيت الأول أو إذا ما كانت هي البيت الثاني اللي يحتضن أطفالنا، فصارت التربية يعني شبه متكاملة الآن. صحيح. نعم. كل الأشياء فيها، كل المرافق صحيح. فيها. لو بنتكلم عن يعني الأهداف اللي بتحققها الأكاديمية لخدمة رؤية مشروع مشيرب قلب الدوحة. مثل ما قلنا لأن بيكون إن شاء الله في المستقبل فيه حي سكني وهو نعم. غريب جدا يعني إحنا اخترنا موقع المدرسة على أساس إنه ما يكون بعيد وممكن يكون الناس يجيبون عيالهم حتى مشي في هذه المنطقة. نعم. نعم. طبعا الحين المرحلة هذه ما اكتملت فاستيعاب المدرسة مثل ما سمعنا في التقرير 450 طالب
وحاليا موجود 250 طالب، وهم طبعا مش ساكنين في الحي، مش ساكنين في مشيره بنعم، لان الحين ما جزء في السنوات المقبله يعني هاي نظره شموليه يمكن ابو محمد احنا نشوفها حق المشروع عموما. صحيح. مشروع مشيره يعني شلون راح يكون باذن الله في المستقبل؟ نعم. مثل ما ذكرت انت المدرسه اكاديميه قطر تخدم الناس اللي راح يسكنون في هذه المنطقه، مثل ما احنا نشوف يعني ممكن حتى يوصلونهم مثل ما ذكرت بدون سيارات مشي يعني. نعم. 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 مثل مثل هذا كان احنا نشوف الحين قدام هذا المشروع بعد فيه ترام مثل ما انتم عارفين، فالمواصلات يعني داخل المشروع بتكون مش مشكله، وفي طرف المشروع طبعا في اكبر محطه مترو. نعم. لوصول الناس الى مشروعنا. هي ابو محمد يقال عنها المدينه يعني النموذجيه اذا ما خاني التعبير. نعم. شنو اللي يقصد دائما في المدينه النموذجيه؟ يعني احنا دائما صرنا نتناولها مؤخرا يعني في الاعلام دائما ما يقال المدينه النموذجيه، فشنو هذا المصطلح؟ شنو اللي تقصده فيه؟ يمكن خارج السياق شويه. لا لا، هذه الفكره طال عمرك من هالكلام انه يكون كل المرافق المطلوبه لسكن الناس وشغلهم يكون موجود في المنطقة هذه. نعم. يعني كل شيء يكون متوفر في هذه المنطقة. هاي طبعاً فيها أربع فنادق. نعم. فيها أماكن ترفيهية تسويقية، فيها متاحف، وفيها بنايات للحكومة. نعم. وفيها بوست أوفيس اللي هو البريد. البريد. ومكتب للداخليه، فاحنا يعني ان شاء الله غطينا كل الاحتياجات، ان شاء الله للمستفيدين من هالمشروع ان شاء الله. نعم. واكيد انه المشروع ماشي في مراحل، واحنا يمكن الحين في مرحله يعني تونا بادين في في في, في المشروع. نعم. ايش المرحله المقبله ابو محمد؟ حاليا احنا يعني سعيدين ان سلمنا المدرسه، بس هذه مش اول مبنى احنا نسلمه. احنا عارفين ان في ثلاث مباني للديوان الاميري تم فعليا تسليمهم للديوان، وحاليا تشطيبات اعمال تشطيبات. نعم. احنا بنتكلم عن المراحل اللي طافت والمراحل المقبله، لكن ابو محمد نستاذنك بنطلع مشان الكرام فاصل قصير، وبعد بنرجع لحوارنا مع السيد جمال بن محمد الكواري مدير تنفيذي اول في اداره التخطيط والعلاقات التجارية لشركة مشيرة بالعقارية. خلكم معنا فاصل وراجع لكم. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، ونرجع معاكم طبعا لاستكمال حوارنا مع السيد جمال محمد الكواري مدير تنفيذي أول في إدارة التخطيط والعلاقات التجارية لشركة مشيرب العقارية. يا مرحبا ومسهلا فيك أبو محمد. الله يحييك أبو محمد. إحنا كنا نسولف معاك قبل الفاصل ونتكلم عن يعني مشروع وين وصلت مراحل تنفيذ مشروع مشيرب قلب الدوحة، فيا ليت أن نكمل على نفس النسق هذا. اي نعم. طال عمرك احنا قسمنا المشروع الى اربع مراحل. نعم. نقدر نقول ثلاث مراحل الحين في المرحله الاخيره يعني من الانشاءات. نعم. وان شاء الله بنكون عندنا هدف، اذا صار عندنا مستاجر معين نقدر ان احنا نسرع المبنى هذا على اساس ان المستاجر يستلم من عندنا ويبتدي عمليات التشطيب والتشغيل ان شاء الله. نعم. اسال الله يوفقكم. يعني احنا نقدر نقول ابو محمد انكم في المراحل النهائيه حاليا. إيه تقريبا حق الثلاث المراحل الاولى. اي نعم. انزين، هل في بيتم يعني تسليم مباني جديده في المرحله المقبله؟ ان شاء الله فيه تقريبا عندنا بعض المباني جاهزه للتسليم، بس احنا ننتظر بعض الموافقات، وان شاء الله بتكونون انتم من اول الناس المدعوين لتقديم. ان شاء الله. يعني احنا اول ناس راح تدري عن هذه المباني. ابشر. خلاص خبر حصري حق قناه الرياض. هذا اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ابو محمد، احنا يعني نعرف ان هذا المكان يحتاج الى يعني كم هائل من المواقف، واحنا سمعنا مؤخرا ان تم توقيع ايضا النظام للمواقف وتركيبها ايضا. نبي نسال كم سعه المواقف اللي مواقف مشيرب، وما هي مميزات هذا النظام اللي تم الاتفاق عليه؟ طبعا بدون مبالغه هذا البيسمنت او الموقف اللي عندنا الارضي يعتبر من اكبر المواقف في العالم. نعم. بحيث انه يستوعب 11,000 سياره. ما شاء الله.
وهذه الشركة بتقوم بعملية تركيب الأنظمة وتسهيل. نشوف لقطات احنا من من يعني جرافيكس مش ايوه يعني ان شاء الله. طبعا الفكرة ان نستخدم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة بحكم ان لو نقدر مثلا ان نستخدم الجوال على اساس نحدد وين احنا نروح وتسهيل المهمة حق الزائر للمشروع. نعم. وبعدين انه يقدر يرجع وياخذ موتره مره ثانيه ويسهل له الطلعه. ممتاز. طبعا احنا قبل ما نوقع العقد مع هذه الشركه يعني شرطنا انه يكون للنظم الجديده هذه انها اذا صار في تكنولوجيا جديده مثل ما انت عارفين يعني نعم. التكنولوجيا دائما تتطور. صحيح. ان نلزم المقاول نفسه انه يقدر يحدث او يطور هذه الانظمه. نعم ممتاز. ابو محمد ذكرت شلون طريقه الجوال تحديد موقع ايش يكون برنامج فيه انت عندنا ان شاء الله زاير تنزل هالبرنامج على اساس انه تقدر تحدد وين بغيت تروح على اساس يوصلك لان المكان اللي قريب اللي تطلع فوق الارض حق النقطه اللي تبي توصلها مثلا فندق ولا مكان موقف سيارتك او لان المكان ضخم اللي انا فهمته المكان طبعا كبير. نعم. كبير. نعم. جدا ومثل ما قلت لك هذا يعني يعتبر اكبر موقف سيارات مفتوح. نعم. يعني ممكن تدخل من اي جهه من اي شارع عندنا حول المشروع وتطلع من اي جهه ثانيه ومساحته كبيره ابو محمد ولا هو طوابق تحت هو الأرض؟ طوابق ممكن اعمق نقطه عندنا 6 طوابق تحت الارض وفيه يبتدي من 3 طوابق واربعة. نعم. وخمسة وستة. لازم. نعم. تحدد يعني لازم تحدد مكان سيارتك كلها بتضيعها والله المجمعات اضيع وين صف السياره. ان شاء الله احنا بنوفر لك هذه المهمه وان شاء الله ما تضيعها. سهل لنا الموضوع انا وين حتى بالدوام ساعات ادور في اي طابق صف الموتر. الله يوفقكم ان شاء الله ابو محمد. الله يوفقكم. يعني احنا حديثنا معك صراحه ممتع والأشياء اللي عرفناها عن مشروع مشير بقلب. نعم. قلب الدوحة يعني مشروع مثل ما احنا نشوف ضخم وكبير. صحيح. واحنا اليوم تكلمنا. نعم. عن شيء بسيط اللي هي يعني مش بسيط ان شاء الله لكن يعني نقطة من بحر في مشروع. صحيح. كبير اللي هي ان شاء الله وعدنا السمي هو مثل ما قال ابو محمد ان شاء الله بنكون في تغطية معاه ان شاء الله ان شاء الله لاي شيء جديد على اساس انه يكون خبر حصري لنا ان شاء الله. نعم. ان شاء الله لنا السبب في القريب. نعم. العاجل ان شاء الله. كلمة اخيرة عن الخطط المستقبلية لشركة مشير العقارية. الحين احنا الهدف ان بدينا نسلم بعض المباني فاحنا نبي نكمل ان شاء الله عندنا برنامج معين نبي ان شاء الله التوفيق من رب العالمين. الله وفهمت الله. هذه مناسبة حلوة اني اودي انا اشكر كل الجهات الحكومية اللي ساعدتنا ووقفت ويانا والصراحة ما قصروا من دفاع مدني من اشغال من بلدية الدوحة من وقود وكهرباء فعلا يعني بدونهم ما كنا وصلنا لهذا الانجاز وإن شاء الله نكمل هذا المشروع. طبعاً عندنا فريق يدرس دراسة جدوى لبعض المشاريع المستقبلية. نعم. طبعاً إن شاء الله لما نحصل على بعض الموافقات بيكون عندكم إن شاء الله أنتم خبر أول. إن شاء الله بإذن الله. الله يجزاك خير. الله يجزاك الخير. وإحنا أيضاً بدورنا نشكرك على حضورك معنا اليوم السيد جمال محمد الكواري مدير تنفيذي أول في إدارة التخطيط والعلاقات التجارية لشركة مشيرب العقارية. الله يوفقك يا أبو محمد وإن شاء الله نشوفك معنا مرة ثانية إن شاء الله. شكرا أبو محمد وإن شاء الله عايدة ورايدة مرتين ثلاثة. بالتوفيق أبو محمد. مشاهدينا الكرام ننتقل إلى موضوع آخر وهو السياحة وتحديدا في سوق واقف حيث يتواجد نديبنا غانم العلي نتعرف منه على الأجواء هناك. مساك الله بالخير يا غانم والكلمة عندك. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام أمسي عليكم بالخير من سوق واقف. ما زلت متواصل معاكم في هذه الفقرة السياحية اللي دائما ما عودتكم أن احنا نلتقي فيها بأحد ضيوفنا العزيزين على قلوبنا طبعا الموجودين في نقدر نقول رحلة سياحية موجودة هني في الدوحة وقدرنا أن احنا نصيدهم في سوق واقف. راح ندردش معاهم وراح نستكشف أنا وأنتوا طبعاً رحلتهم السياحية في قطر واللي أكيد ابتدوها من سوق واقف. خلونا نمسي عليهم بالخير ونرحب فيهم على شاشة قناة الريان. حياك الله يا أخوي ومساكم الله بالخير ومسا الجميع بالخير. الله يطول. مساك الله بالنور والسرور. في البداية لو تعرفني بس باسمك ومن وين؟ أبو سلطان طال عمرك. يعني من الخبر المملكة العربية. نعم أخوي أبو سلطان في البداية كلمني عن رحلتك السياحية في الدوحة بشكل عام. وين رحت في الدوحة وين تجولت؟ والله الحقيقة الدوحة ما شاء الله تبارك الله كل مكان أجمل من الثاني.
فيه مجمعات سياحية موجودة الآن، مجمعات أسواق موجودة من ضمنها سوق واقف، واللي الحقيقة رجعنا إلى التراث القديم في بعض، في شوارع، في الأماكن اللي موجودة، بالمعروضات اللي موجودة، معروضات تراثية، معروضات جديدة، يعني كل حاجة موجودة هنا في السوق، من مطاعم، من كوفي شوبات برضو، قهاوي قديمة، وهذه هذه الأماكن الحقيقة تجذب الواحد إنه يعني يجلس فيها ويستمتع فيها. بسطن، حاب أسألك أنا سؤال، أنت متى آخر مرة زرت فيها سوق واقف؟ والله قبل تقريبا أقل من سنة أنا كنت فيه، واليوم أنا جاي فيه. الحقيقة كل ما أجي القطر لازم أكون موجود هنا. نعم طيب. سنة وبعد هذه السنة كان أيضا لك زيارة، واللي هي الحين في سوق واقف. أكيد بين هذه السنة صار في تطورات، صار في نقدر نقول بعض الأشياء اللي تطورت للأحسن في سوق واقف، فياريت لو تحدثني عنها لو أنت استكشفت يعني بعض من الأشياء اللي تطورت. الحقيقة ما أخفيك، قبل فترة كان المكان ما شاء الله مع زحمة الناس يضيق كثير، ولا كان في جلسات كثيرة، لكن ما شاء الله الآن أشوف في كل مكان توسع، فيه جلسات كثيرة، وهذا اللي يخلي الواحد يستمتع في هالمكان هذا. نعم. يعني أنه تجلس وقت ما تبي تلقى لك مكان تجلس فيه تلقى الآن حاليا. أي نعم. أي نعم. طيب كلمني أنت، أنا حابة أعرف أنت كم يوم صار لك في الدوحة، أو كم يوم بتقعد في الدوحة؟ والله جالس 5 أيام تقريبا، ولو ما عندي شغل جلس فترة طويلة. الحقيقة الدوحة كلها جميلة يعني. الله يعطيك. نعم. الله يسلمك، إن شاء الله لك جاية قريبة للدوحة بإذن الله، وعائلية أكيد إن شاء الله. بإذن الله. يا هلا ومرحبا فيك. طبعا قطر مكانك وبلادك الثانية، طبعا في أي وقت تقدر، في أي وقت تتواجد في أي مكان، وفي أي وقت إحنا نرحب فيك، وصراحة بالعكس إحنا نكون مستانسين وسعيدين بتواجدك وتواجد العائلة إن شاء الله. الله يطول عمرك، هذا يشرفني، والحقيقة أنا ما أشعر فيها أنها بلد ثاني، بالعكس أحس أنها بلدي نفسها. نعم. يعني صحيح. الحمد صحيح. لله. أنا شهد صحيح. الله بيض الله وجهك، ويا هلا ومرحبا وجهك أبيض غالي، حياكم الله. الله يرحمك. مشاهدينا الكرام، هذا اللي موجود عندي من سوق واقف. خلونا ننتقل مرة أخرى للاستديو. شكرا لك يا غانم، أيضا الشكر موصول لضيفك الكريم. يعني مثل هالكلمات تثلج الصدور لما احنا نسمعها من الناس اللي يتواجدون عندنا بالدوحة. نعم خالد، قال أنا ما أشعر أن أنا في بلد ثاني، وانت صايح في بلادك. نعم. نعم. إذن أعزائي المشاهدين، ننتقل وياكم الآن إلى موضوع آخر، وهو الأنشطة الرياضية المدرسية، حيث عقدت اللجنة المنظمة للبرنامج الأولمبي المدرسي اجتماعها السنوي مع المدارس لتباحث الأمور المتعلقة ببرنامج العام الدراسي لعام 2015-2016. في إطار الاستعدادات لتنظيم النسخة 9 من البرنامج الأولمبي المدرسي، والتي ستقام هذا العام تحت شعار الرياضة والإعلام، عقدت اللجنة المنظمة للبرنامج الاجتماع الفني والتنسيقي مع المدرسين، حيث تم استعراض لوائح وأنظمة البرنامج الأولمبي المدرسي للعام الجديد، ومناقشة أبرز الأمور الفنية والتقنية. السنة هذه شعارنا رياضة والإعلام، وإحنا ما ننسى دور الإعلام كشريك أساسي معانا في نشر الثقافة الرياضية والقيم الأولمبية اللي احنا نحاول احنا نغرسها في الطلاب. إذا كان الإعلام معانا متواجد يوميا ويساعدنا في غرس القيم ونشر القيم هذه، راح يكون سهولة توصيل هذه المعلومات للطلاب من خلال المسابقات، أو من خلال المسابقات الرياضية، أو المسابقات اللي راح نسويها إن شاء الله حق الطلاب، اللي هو احنا نقول الإعلام المميز، أو أي اسم راح نطلقه إن شاء الله عليه في الله. طبعا ما ننسى ان احنا راح تكونوا ان شاء الله ويانا طول النسخة هذه كإعلاميين. اتمنى ان شاء الله ان في نهاية النسخة هذه في قبة السبايل أرض الحلم ان نشوف الطلاب هم اللي يديرون هذه الحوارات، وهم اللي يعملون المقابلات الإذاعية والتلفزيونية وتحرير كصحفيين. يذكر أن الشعارات التي تم إطلاقها على النسخ 8 الماضية ساهمت في ترسيخ الكثير من المعاني النبيلة بين الطلاب، وتولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالبرنامج الأولمبي، بخاصة أن اللجنة الأولمبية القطرية بدأت تحصد ثمار هذا البرنامج الذي حقق منذ انطلاقته في العام 2007 إنجازات ملموسة.
للحديث أكثر مشاهدين الكرام عن البرنامج الأولمبي المدرسي وأهم أهدافه في نسخته الجديدة، معنا اليوم في الاستوديو السيد خالد القحطاني، مسؤول الإعلام الرياضي بالبرنامج الأولمبي المدرسي. مرحبا ومسهلا فيك يا خالد معنا. الله يرحم فيك على طاعة الله. مرحبا ومسهلا فيك يا خالد. الله يحييك. خالد، في البداية ودنا تحدثنا عن هذا البرنامج المدرسي، ونبي نتكلم عن هذا الموضوع بحماس شديد مثل ما كنت متحمس من ساعة. أكيد طبعا احنا لازم نكون متحمسين لهالبرنامج، يعني إذا تكلمنا عن برنامج الأولمبي المدرسي يكفينا شرف وفخر أن فكرة سيدي سمو أمير البلاد المفدى. إحنا على أيامنا كانت دور المدارس وكفاية علينا، لكن الحين أولمبياد مصغرة على إطار المدارس، فيها 13 لعبة مشاركين فيها في كل سنة ونطور فيه. بدأنا في 7 ألعاب 8 ألعاب كل سنة، لما وصلنا الحين 13 لعبة. عدد المشاركين العام الماضي وصل 29,000 مشارك مشارك ومشاركة. طلابنا يتنافسون على مدار الموسم كامل، مدار الموسم الدراسي كامل، لما يكون الختام في أكاديمية سباير يكون دائما يوم للبنات ويوم للبنين. مخرجات هذا البرنامج جدا متميزة، والله الحمد هناك كشافين من الأندية ومن المنتخبات من في كل الألعاب، مستكشفين للمواهب. احنا هدفنا نكون يعني رافدين اساسيين للمنتخبات. الحمد لله رب العالمين، اليوم ايضا تواجد معنا الاخوان في اكاديميه سباير ايضا لاستكشاف مثل هذه المواهب. نعم خالد، يعني مثل ما ذكرت عده اهداف بديتوا من 2007 الى الان، اليوم صار في اجتماع الفني للبرنامج، ايش اهم النقاط اللي تم الاتفاق عليها؟ طبعا هو في كل سنه في هدف معين نرسمه ونمشي عليه، وله شعار نحاول نطبقه. يعني بدينا بالرياضه والتعليم، الرياضه والبيئه، ولها اهداف الرياضه والصحه، ودائما يكون معنا شركاء. السنه هذه هدفنا او شعارنا الرياضه والاعلام. نعم. فلنا اهداف مع كل المؤسسات الاعلاميه راح نتوجه فيها، بالاضافه الى طبعا الهدف الرياضي، هناك اهداف اخرى لزرع القيم اللي نعم الثقافات لابنائنا في كل الجهات. حتى كان في سنه من السنوات كان الرياضه والاستثمار، وكان معنا الاخوان من البنك المركزي ومن المشاريع المتوسطه والصغيره. نعم. لتنميه المهارات لابنائنا، على اساس انه ما خلاص يتخرج من الدراسه ويكون عنده هدف واحد الوظيفه وبس. نعم. لا، ممكن يكون عنده مجال آخر في البزنس. اليوم صحيح. إحنا الرياضة والتعليم. نعم. طبعا الرياضة والإعلام، والإعلام. عفواً. نعم. هناك مسابقة بنطلقها إن شاء الله في هذا البرنامج، بالتعاون مع شركة هيلينوتن، بالتعاون مع أيضا المؤسسة القطرية للإعلام، بالتعاون مع قناة الريان، بالتعاون مع بي إن سبورت، الجزيرة الإخبارية، مع كل الجهات الإعلامية. نعم. نتبنى أبنائنا. نعم. نتبناهم، نحاول نحن بنعطيهم دورات في الإلقاء، في مواجهة الكاميرا، في أمور. نعم. كثيرة نستكشف مواهب إعلامية قادمة. صحيح. يحملون الراية طبعا معكم قلبا وغالبا حاضرين لكم في أي وقت. بالعكس أكيد، إحنا كلنا في مركب واحد، في قارب واحد طبعا. نعم. هناك مسابقة أيضا بتكون طبعا من شقين في الإعلام السوشيال ميديا. كل واحد من اللي حابين يشاركون من طلابنا في البرنامج هذا راح يكون عنده يسوي أكاونت جديد. نعم. ويبدأ يتفاعل ويتعاون، ونشوف طبعا في تقييم. مهم. كذلك في الإعلام الإذاعي بنعطيهم دورات إلقاء وكذا، ونشوف الطريقة. ممتاز. اللي نقيم فيها كذا. نعم. وفيه جوائز، وأقوى الجوائز راح تكون الجائزة الكبرى هي رحلة إلى ريو دي جانيرو لمتابعة الأولمبياد. نعم. فأعتقد. نعم. هذه بالنسبة لنا في مجال الرياضة. نعم. هذا شيء كبير أنك تحضر أولمبياد طبعا. صحيح. كل 4 سنين. هذا بمثابة. نعم. نعم. خالد، أنت يعني أنتوا تتكلمون عن الرياضة. نعم. والإعلام هذه السنة، لكن إحنا بنتكلم عن الألعاب. هل انتم تركزون على العاب معينه مثلا في هذه النسخه؟ احنا في هالنسخه طبعا وصلنا الى 13 لعبه. نعم. طبعا الالعاب الجماعيه كره قدم، سله طائره، يد، بالاضافه الى العاب اخرى مثل السباحه، الرمايه، التنس، التايكوندو، العاب قتاليه، في امور كثيره، في العاب يعني متواجده معنا. نعم. في البرنامج مثل ما قلت لكم في كشافين مستكشفين لاستكشاف المواهب لرفضها للمنتخبات. كم لعبة أضيفت هذه النسخة؟ احنا من احنا العام كنا 12 لعبة، السنة 13 لعبة. تم إضافة يعني ألعاب. نعم. اي نعم، لأن احنا كل سنة نحاول نطور، وما نعطي كل لعبة حقها. صحيح. في على أساس الطلاب أنفسهم يستكشفونها ويتعلمونها أكثر وأكثر. طبعا في شروط للمشاركة، أن المدرسة يعني المشاركة وإجمالي عدد المشاركين 29,000 هذول ما يتجاوز 20% منهم اللي هم مسجلين في الأندية. فعلى اساس تكون تستكشف اكبر عدد، وما يكون فيه مبدا، لازم يكون فيه مبدا العداله في المشاركات. وايضا يعني اضافه حصه جديده من يعني العينه المتوفره من الشباب، وايضا بالعكس مثل ما قلت هذه فرصه طيبه حق يعني اكتشاف هذه المواهب الجديده وصقلها ايضا بالشكل المطلوب. انا ودي اسالك، احنا لاحظنا ان دائما في كل عام يكون في هناك تغيير لشعاركم، وحسنا بالذات مثل ما ذكرت ان الرياضه والاعلام، شنو اللي تمخض من وراء هذا يعني الشعار اللي اخترتوه بالذات؟ طبعا
مثل ما قلت لكم ان احنا بالنسبه لنا كل سنه شعار جديد على اساس نغرس قيم ونعلم ابنائنا اشياء اخرى يعني اضافيه في حياتهم. يعني طبعا المدرسه تعلم والمدرسه تربي والمدرسه كل شيء. الرياضه ايضا هدف كبير بالنسبه لنا في برنامجنا، ولكن دائما ما نكون ايش في شيء اضافي بالاضافه الى الرياضه. يعني كان عندنا الرياضه والصحه، وكان في مجال استكشاف لاطباء قادمين يعني. وايضا بغض النظر ايضا عن مساله انك تستكشف من عندهم توجه للطب، ايضا كتثقيف لابنائنا في الامور الصحيه، في الامور التثقيفيه التوعويه. الرياضه والنزاهه علمناهم امور كثيره. كان معنا شركاء كثر من هالمركز الامن الرياضي، مختبر مكافحه المنشطات تعلمهم في النزاهة أمور كثيرة في مجال الرياضة، سواء مخاطر المنشطات أمور كثيرة. الرياضة والتعليم، الرياضة والإعلام السنة هذه مثل ما تحدثنا أن إحنا نبي نستكشف من هم جيل قادم يحمل راية الإعلام عندنا. حلو خالد، لكن أنتوا شلون يعني وظفتوا هذا الشعار في فعالياتكم لهذه النسخة في البرنامج نفسه؟ في البرنامج مثل ما قلت لك احنا الان اطلقنا المسابقه هذه، راح نستكشف منها المواهب القادمه. راح نقدم ندوات ومحاضرات توعويه لابنائنا لادراكهم اهميه الاعلام. هي بمثابه ورش راح تقدم لهم اكيد في تكون فيه ورش توعويه ورش تثقيفيه ورش ايضا لممارسه. الموضوع في بعض الناس ممكن ما او خاصه ابناء الصغار ما يعون اهميه الاعلام. القصد انه ينزل في، وخاصه ان احنا نتكلم عن الاعلام، اصبح الحين ما عاد الاعلام الاحترافي اللي الكل يعرفه. صحيح. الحين صار السوشيال ميديا، صار الكل يكتب، الكل الكل يقول، صار اكثر تداول ايضا وقبول يعني. صحيح. فانت لما توعيه باهميه هذا الكلام اللي قاعد يسويه ومخاطره، انه دائما في كل شيء سلاح ذو حدين. صحيح. فانت لما تجي تكتب وتنشر وتفعل لازم يكون لك افق وتكون عارف مدرك لكل شيء. فابنائنا ان شاء الله بيئه خصبا احنا نعلمهم هذه القيم، هذه الاهميه باذن الله تعالى. طيب عفوا، احنا بدنا نسالك عن عدد المدارس المشاركه في هذه النسخه من البرنامج او النسخ القادمه باذن الله. طبعا احنا الدعوه توجه الى جميع المدارس، وكل المدارس تقريبا مدارس الدوله مشاركه سواء داخل الدوحه او خارج الدوحه. يعني احنا حتى على مستوى الشمال يجون لين هنا يشاركون ويرجعون، كذلك دخان، كل مناطق الدوحة، كل مناطق الدولة مفتوح لها يعني حرية المشاركة في هذا البرنامج. نعم، كل المدارس وكل وفي كل اللعبات. نعم. بالنسبة لل، شلون طريقة تواصلهم معاكم؟ ودائما تكون هي النشاطات في سباير. طبعا بالنسبة للأنشطة هي موزعة على مدار العام في عدة مراكز، في عدة أماكن، سواء في الأندية أو في بعض الصالات المدرسية، بعض مراكز التدريب التابعة للجنة الأولمبية للاتحادات الرياضية. الختام يكون في أكاديمية سباير في قبة سباير. يجمع كل الألعاب، كل الطلاب من الصباح من الساعة 8 الصبح لين ما يكون الختام في 7 مساء. لكن بالنسبة لمسألة التواصل، طبعا احنا شركائنا هم المجلس الأعلى للتعليم. نعم. وزارة التربية والتعليم. ففيه تواصل معاهم. صحيح. مسألة التسجيل ومسألة. نعم. طبعا مسألة تنظيمية. نعم، احنا عندنا عدة لجان منها إدارة الشؤون الرياضية القائمة يعني على تنظيم هذه الأحداث وهذه. نعم. الفعاليات، وبالتعاون مع الأخوان المدرسين، مدرسين التربية الرياضية وإدارة المدارس، وكذلك المجلس الأعلى للتعليم، بالإضافة إلى شركائنا اللي هم الاتحاد القطري للرياضات المدرسية. نعم. نعم. حلو. نعم. في تواصل بينكم بين مثل ما ذكرت مدرسين الرياضة في المدارس. نعم. وهذا أهمها اليوم اللي كان هو طبعا الاجتماع السنوي، الاجتماع الفني. نعم. هم طبعا في لغة الإعلام الرياضة، وفي لغة الرياضة هي التكنيكال ميتينج اللي هو الاجتماع الفني، لشرح كل قواعد الألعاب، القواعد المستحدثة والقواعد السابقة. أي استفسارات تكون واضحة على أساس أنه ما يصير خطأ أثناء اللعبة، أثناء. صحيح. المشاركة، وخاصة أنك برضو في احتجاجات، في أمور، في قوانين تدرس تسليمهم أيضا. نعم. النسخة المحدثة، كيفية التعامل مع هذه الظروف اللي تصير يعني اللي تشكل عليهم. اي نعم، دائما. نعم. كل شيء يكون مبدأ الشفافية والعدالة واضح. صحيح. كل شيء، كل القوانين تكون بالنسبة لهم واضحة. لأن في الأخير أنت بالإضافة إلى المشاركات الفردية أو المشاركات، في عندك أنت درع التفوق العام. صحيح. أنت كمدرسة، كل مدرسة تبي تاخذ أكثر عدد من الميداليات. صحيح. حتى تكون متميزة يعني. اي نعم، أكثر. نعم. عدد ميداليات ياخذ درع التفوق العام. نفس. نعم. نظام الرياضة الاحترافية اللي تطبق على مستوى الأندية والمنتخبات عندنا. نعم. احنا نطبقها على أبنائنا ليكونوا في إطار احترافي متكامل. طبعا حتى من ناحية الزي، من ناحية التعامل الاحترافي فما بينهم المهني أيضا. ايه نعم، في كل الأمور. نعم. هذه متواجدة في هذا البرنامج. نعم خالد، احنا ودنا شيء يعني ملموس محسوس أو مقاس، يعني احنا ودنا نطبق هذه التجربة على التجارب السابقة اللي أنتم مشيتوا فيها، يعني البرنامج السابق اللي يسبق هذا اللي تفضلتوا فيه، شنو الأهداف اللي حققتوها من وراءه؟
حققنا أهداف كثيرة الحمد لله رب العالمين. إذا قلت لك أن إحنا في دول كثيرة على مستوى العالم جت عايشة التجربة عندنا وطبقوها، يعني الإخوان أشقائنا الإماراتيين جو عايش الفترة عندنا وراحوا طبقوها عندهم. تتكلم عن إيطاليا، تتكلم عن البرازيل، يعني لما تكون أنت كدولة قطر إذا تكلم عن التركيبة السكانية يجونك دول مثل هذه مثل البرازيل، وما أدراك من البرازيل في عالم الرياضة يجي يعايش عندك التجربة ويروح يطبقها ينقلها. فإحنا أصبحنا نصدر الرياضة، فهذا يعني فكرة إبداعية يعني كان حذونا دول كبرى فيها. خالد، لو بنتكلم عن يعني كلمة أخيرة توجهها إلى الطلبة تحثهم فيها على المشاركة في هذا البرنامج. والله الطلاب بالنسبة لنا إحنا هم ما يحتاجون دعوة، لأن الحمد لله رب العالمين نتكلم إن إحنا وصلنا إلى 29,000 وكسور بالنسبة لعدد المشاركين، فهذا رقم الحمد لله رب العالمين نفتخر فيه بمشاركة هؤلاء الطلاب. في مخرجات لهذا البرنامج، في طلاب نتكلم عن مجموعة أسماء وصلت للعالمية، يعني على سبيل المثال الحصر إذا تكلمنا عن عبد الله التميمي لاعب منتخبنا للسكواش، مصنف سابع العالم فئة الشباب في السكواش، وهم من مخرجات أيضا برنامج الأولمبي. نتكلم عن مجموعة أسماء كبيرة مخرجات هذا البرنامج، واليوم نتكلم أنه هناك كشافين، فهم الطالب نفسه يعني على ثقة أنه والله بيتم اكتشافه في ناس قاعد تتابعني، في ناس قاعد تتابعني أكيد في تبني الاتحادات، يعني الإحصائيات موجودة على موقعنا في موقع البرنامج الأولمبي وموقع اللجنة الأولمبية. نتكلم عن المخرجات اللي التحقوا للمنتخبات في المنتخبات، ففي منتخبات وخاصة الألعاب الفردية وأيضا الألعاب الجماعية، لكن لما نتكلم عن ألعاب فردية العدد واضح أنه راح التحق في المنتخب، لكن الألعاب الجماعية لأنه بيتفرع للأندية ومن الأندية لما يوصل للمنتخبات فممكن يكون العدد أوضح في بالنسبة للألعاب الفردية. ففي اكتشافات جدا مميزة وفي مواهب الحمد لله رب العالمين تم اكتشافها، وراح نكتشف الجيل القادم. إن شاء الله ما نشجع نقول يعني ألعاب فردية أو جماعية، كلها إن شاء الله أكيد موهبة بإذن الله راح تبين وتطلع في الأخير، راح تظهر أكيد، وفي الأخير رفعت اسم قطر دائما هو هدفنا كلنا. نعم الله يوفقكم إن شاء الله، وإحنا أيضا بدورنا نتمنى لكم المزيد من التوفيق، وأيضا نتوجه برسالة شكر إلى كل الناس يعني القائمين على اكتشاف مثل هذه المواهب القطرية سواء إذا كانت رياضية أو غير رياضية، ولكن بالأول والأخير إحنا نبي رافد يعتمد عليه، وهذه عادتنا، وإحنا جدا فخورين بالشيء اللي أنتم قمتوا فيه بكل تأكيد، وخاصة إحنا نتكلم إن إحنا اليوم وصلنا للرياضة والإعلام، فراح يجي جيل قادم بإذن الله تعالى يمسك راية الإعلام ويكون جيل مثقف واعي، وخاصة أنك تنميه من الصغر على هذا المجال. الله يوفقكم، الله يوفقكم إن شاء الله. وإحنا أيضا بدورنا نشكرك على حضورك معنا السيد خالد القحطاني مسؤول الإعلام الرياضي للبرنامج الأولمبي المدرسي، الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا التوفيق. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام نطلع فاصل وبعدها بنتابع. حاضنة قطر للأعمال تنظم يوما مفتوحا لتعريف رواد الأعمال بالفرص اللي تتيحها الحاضنة. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع مؤسسات العمل الأهلي والتطوعي في قطر، وقعت شركة شل قطر مذكرة تفاهم مع مركز قطر التطوعي. نعم، على هذا الأساس سيقوم المركز بتوفير المتطوعين المشاركة في مبادرات المسؤولية المجتمعية اللي تتبناها شل قطر، من بينها برنامج تحدي الأعمال قطر ومبادرة كورة تايم وغيرها من المبادرات. نعم، بينما تقوم شركة شل قطر بتدريب المتطوعين على المهارات المختلفة اللي تأهلهم للقيام بهذه المهام المنوطة بهم، الله يوفقهم إن شاء الله، وطبعا هم مشكورين على مثل هذه الخطوة. نعم آمين، الله يوفقهم. مشاهدينا الكرام في شأن آخر، نظمت حاضنة قطر للأعمال مساء أمس الاثنين يوما مفتوحا للتعريف رواد الأعمال بالفرص التي تتيحها الحاضنة. نعم، وقد شهدت الفعالية إقبالا كبيرا من المهتمين بمجال ريادة الأعمال الذين تعرفوا على برامج الحاضنة ومرافقها وأعضاء فريق عملها، هذا وبالإضافة أيضا إلى فرص الدعم المتاحة لهم. بحضور نحو 400 من الزوار المهتمين بمجال ريادة الأعمال
انطلق اليوم المفتوح لحاضنة قطر للأعمال بهدف تعريف رواد الأعمال القطريين بالفرص التي تتيحها الحاضنة وإطلاعهم على مرافقها والبرامج التي تقدمها لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. الهدف من اليوم المفتوح هو تعريف رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة بالخدمات اللي نقدمها في حاضنة قطر الأعمال. طبعا حاضنة قطر الأعمال تم افتتاحها العام المنصرم، إلى الآن تقدمنا ما يقارب 600 رائد أعمال قطري. استطعنا خلال 3 أفواج من دورات ريادة الأعمال الانسيابية تخريج أكثر من 100 رائد أعمال قطري. الشركات الحالية اللي موجودة معنا اليوم المحتضنة في حاضنة قطر الأعمال تتجاوز 37 إلى 38 شركة قطرية. طبعاً الهدف من هذا اليوم والهدف من إيجاد حاضنة قطر الأعمال هو توفير بيئة حاضنة لرواد الأعمال القطرية لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع. ومع الإنجازات التي حققتها في الفترة الماضية، تسعى حاضنة قطر للأعمال إلى إطلاق المزيد من الخدمات والفروع الجديدة والحاضنات المتخصصة بهدف دعم الاقتصاد الوطني بالمزيد من الأفكار والمشاريع المتنوعة. وقد تميز اليوم المفتوح بمشاركة عدد من الرواد وأصحاب المشاريع التي تدعمها الحاضنة، حيث عرضوا تجاربهم في التعاون مع الحاضنة لتحويل أفكارهم الخلاقة والمبتكرة إلى شركات ناجحة. طبعا الحاضنة أتوقع تشكل جزء رئيسي في منظومة ريادة الأعمال عندنا في دولة قطر، والخدمات اللي قاعدين يقدمونها لا شك أنها قاعدة تساعد الشركات الناشئة، وأنا كرائد أعمال يعني أتوقع الخدمات اللي حصلنا عليها من حاضنة قطر الأعمال فادتنا بشكل كبير اليوم في تأسيس شركة صغيرة قاعدين نحاول إن شاء الله ننمو فيها. طبعا بدينا أول شيء بالتمويل، وبعدين كل شهر لازم أتواصل ويا الحاضنة قطر لأن يعلموني أنا وين وصلت ولا وين وقفت أو شنو الأشياء لازم أطورها في المشروع. التيم في حاضنة قطر الأعمال وايد قوي ومن باكجراوندز مختلفة، فكل شخص يضيف على المشروع بطريقة فعالة. وتعد حاضنة قطر للأعمال واحدة من أكبر حاضنات الأعمال المتعددة الاختصاصات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمكن رواد الأعمال من إطلاق وتنمية مشاريعهم من خلال الاحتضان والتطوير والتواصل والاستثمار مع الالتزام بنجاحهم على المدى البعيد. شفنا مشاهدينا الكرام تقرير عن حاضنة قطر للأعمال. خالد، نتمنى التوفيق لكل أصحاب المشاريع، ونتمنى بعد التوفيق لحاضنة قطر للأعمال القائمين عليها في توفير البيئة المناسبة للمشاريع القطرية، وإن شاء الله تنمو وتكبر وترجع لهم بالخير إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات والتواصل مع فريق عمل ترحيب، يمكنكم متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاغ برنامج ترحيب، أو عبر الانستغرام الريان تي في. نرحب بأي اقتراحات أو استفسارات. في أمان الله. تمسنا على خير.